يعني عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب نمران. عبد الوهاب مرحبا بك وما الجديد لديك؟ نعم اهلا وسهلا. في البداية الجديد هو الله الناصر بمعنويات مرتفعة وعزيمة عالية وإصرار لا نظير له لدى قواتنا المشتركة حرات الجمهورية وألوية العمالقة وأسود إتهامة. لليوم السادس والتطهير مستمر ووحدات الاقتحام تتدخل في الجهتين الشمالية والشرقية، حيث توقلت اليوم وحدات الاقتحام التابعة لحراس الجمهورية من اللواءين الثاني والثالث صوب الجهة الشمالية بعد تطهير الكيلو 8 وعمائر مهمة واستراتيجية كانت تحاول تلك الميليشيات التحصن فيها كدفاعات أولية، لكن تم دكها من قبل الأبطال بإسناد من إخواننا أبطال العمالقة هو صقور تهامة، وتم سقوط عشرات القتلى لا تزال جثثهم مرمية، وخاصة في الدوارين، الدوار الأول دوار البطاحل والدوار الآخر الذي يعتبر كانت تحاول الميليشيات التمترس في العماير التي بجوارها من الجهة الشرقية، لكن تم تطهيرها بالكامل وتتمرس قوات المشتركة في هذه اللحظة في كل العماير التي تم تأمينها. انطلقت القوات قوات الاقتحام من اللواءين الاول والثاني صوب الطريق الشمالية الرابطة مع طريق الشام التي تعتبر المنفذ الوحيد لميليشيات الاجرام الكاروتية، فيما هناك رابع مكبر صوت تابع لحراس الجمهورية ينادي المغرر بهم من ميليشيات الاجرام الكاروتية الذي يتم الزج بهم مع ميليشيات الاجرام لتسليم انفسهم كونهم محاصرين من الثلاث الجهات من الجنوبية والجهة الشرقية والجهة الشمالية، لم يتبقى معهم إلا منفذ واحد وهو طريق الشام للاستسلام أو القتل. هناك مكبرات الصوت تناديهم من قبل الحراس الجمهورية وإخواننا ألوية العمالقة وصبور تهامة. الميليشيات الآن أصبحت في انهيارات كبيرة، فرار جماعي، وتحاول أن تتمترس بدلا من التخندق وبدلا من التحصينات الأولى الآن في العمائر تتمترس تحاول، ووضعت نقاط وقائية أو أمنية كما يسموها ميليشيات الإجرام الكهنوتية لمنع المغرر بهم من الفرار صوب باجل مع طريق الشام. هناك الأبطال الآن ينادوهم بمكبرات الصوت، هناك جثثهم لا تزال مرمية، وهناك أسرى بينهم جرحى من ميليشيات الإجرام تم إسعافهم من قبل أبطال حراس الجمهورية كوضع إنساني من قبل الأبطال. هنا جيش مدرب تدريب عالي يقاتل عصابات كهنوتية متمردة يطاردهم في أزقة الشوارع، ويحاول الجيش التجنب من وسط المدينة من أجل المراعاة للمواطنين التي تضعهم ميليشيات الكهنوت الإجرامية كدروع بشرية. لكن هناك إصرار ووجود القادة الأبطال أمثال القائد البطل العميد الركن طارق محمد صالح في الصفوف الأمامية، يدي معنوية فوق المعنوية التي تتواجد مع الجنود، يرفع المعنوية السابقة وجود القادة الأبطال مع الأبطال في الصفوف الأمامية لمطاردة فلول الظلام. الآن الميليشيات وضعها منتهي، وخاصة في مدينة الحديدة ومنعها بمشيئة الله، لم تتبقى إلا جيوب يطاردهم الأبطال فيها حتى هذه اللحظة. تحاول ميليشيات الإجرام الكهنوتية أرسال المغرر بهم عبر طريق ذمار وإب عبر العدين صوب منطقة حيس وصوب الطريق الساحلي، لكن تم حصدهم من قبل الأبطال هذه الجبهة الشرقية، يحاولوا قطع محاولين إعادة تقدم الأبطال صوب المدينة، لكن العيون الساهرة من اللواء السابع واللواء الحادي عشر عمالقة كانوا لهم بالمرصاد في حيس، وتم سقوط أكثر من 25 قتيل من ميليشيات الإجرام الكهنوتية، وتم انتشال 8 جثث من الميليشيات وأربعة أسرى وصلوا بالقليل. هناك معنويات كبيرة مرتفعة، وأصبح الساحل مقبرة لميليشيات الكهنوت الإجرامية. نعم عبد الوهاب نمران مراسلنا في الحديدة، شكرا جزيلا لك.